عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. الأمر اللي قد حذر منه كبير، فكان هو متكئ ويتكلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الأمر اللي جاء الآن وارد كبير، فكان متكئ جلس، اعتدل في جلسته، وقال: وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، رفقا به. يعني كثر ما يحذر من قول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور، فكررها: ويا ما ناس لن يشهدون الزور، لا إله إلا الله، من أكبر الكبائر.